انت ما بتبصش على بنات اللي لابسه مايوهات ليه؟ انا اصلا بقالي فتره حاسه ان هو في حاجه مش طبيعيه. انت مش هتعرفي ابني اكتر مني، وانا متاكده ان ابني طبيعي وزي الفل. مستحيل اصدق الكلام الفارغ ده. بس في البدايه اول ما سمعت موضوع الفيلم جالي شويه تخوف، بس لما قريت الورق لقيت ان الورق فعلا بيعالج مش مجرد بيوصف. فشفت فكره ان انا اعمل فيلم زي دوت، ان اقدم شخصيه جديده على السينما المصريه، ده هيكون جديد ليا، لان احنا نتكلم عن مشكله موجوده في المجتمع. اي ما تكون هي المشكله ديت، ان احنا نقدم علاج وحلول ليها، ده شفت ده حاجه كويسه مش حاجه وحشه. أنا اسمي نور، عندي 18 سنة. لا مش هينفع من أول مرة، يعني أول مرة تعارف وبعد كده نشوف. يعني إحنا قعدنا فترة تحضير كبيرة، ممكن تكون شهرين أو 3 أشهر. في الفترة دي قعدنا عملنا أكتر من بروفا على الشخصية، على المشاهد مشهد. قعدنا اشتغلنا كتير على شخصية مروان في الفيلم، انها تبقى ازاي، لان دوت اول مره تتقدم بالشكل الكبير ده على السينما شخصيه مثل الجنس. فقعدنا فتره كبيره في التحضير، وفي ايام التصوير الحمد لله كنا متفقين يعني على اللي احنا كنا عايزين نعمله في ايام التحضير. وانا بحس ان انا مش زي الولاد، عمري ما حسيت ان انا واحد منهم، عمري ما انجذبت البنت. هي حاجة شوية طبعا مش محبب قوي الكلام فيها، بس انا بشكل عام شايف ان انا كمجتمع يعني مش هينفع نبقى مجتمع صحي واحنا بننكر. فاحنا بنبقى عارفين يعني احنا عارفين كويس انه احنا كمجتمع زي اي مجتمع انساني في الدنيا في عندنا مثليين جنسان، ولكن احنا مش بنحب نتكلم في ده، مش بنحب نعترف بده. ممكن نقول ده في نكتة، ممكن نقول ده في كلام كده على جنب، لكن اننا نعمل فيلم دي حاجة انا عارف انها شوية صادمة، بس انا بالنسبة لي حابب انها نكسر الانكار. انا مبدئيا بقول ان الفيلم مش بيتكلم عن الشواذ بشكل مقفول، يعني الفيلم ده لما تجرديه هيبقى بيناقش مشكلة الهوية عند الإنسان، وبيناقش مسألة إن أي مرض عند الإنسان لن يشفى منه إلا عندما يبدأ في مواجهته والتوقف عن الهروب من المواجهة، التوقف عن الإنكار، إن هو شيء موجود في حياتنا بدرجة كبيرة. بلاش نشوف بعض تاني، وما تحاولش تشدني للرذيلة. إلى الواط والعياذ بالله. ممتاز، لأنه مش بس بيناقش قضية مهمة، هو بيناقشها بجد، مش استهلاك لموضوع ممكن يلفت النظر شوية، ممكن يعمل ضجة وخلاص. لا، مهتم إن هو يتكلم في ده بجد، وفي دكاترة بيشرفوا على المسألة. أنا شخصياً قعدت مع دكتور أوسم، قعدت معاه مرتين علشان أنا متأكد من المعاني الطبية اللي بتتقال. يعني ده أهم حاجة في الفيلم بالنسبة لي. لغاية إمتى أفضل من إيد لإيد؟ أوعى منك! اطلع بالمحفظة يا! رسالة لكل عيلة مصرية، ادخل الفيلم، لأنه مش بس للمثليين، ده دراما لكل العيلة. زي ما أنا قلت، الأم المسيطرة والأب الغائب والأخ اللي عمل يعني أساء استخدام سلطته كأخ وأساء لأخوه. فأرجو إن كل واحد ما يحكمش على الفيلم غير ما يشوفه. أنا عايز إجابة واحدة بس، أنا اتخلقت كده وهفضل كده طول عمري خلاص، ولا أنا ممكن أتغير؟